بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد يتساءل المرء ما الذي يجنيه قلب إذا عرف الله. من عرف الله يجني كل شيء، وبمقدار علم العبد بربه يكون ثوابه وثمرته العائدة إليه. وإن أعظم الأبواب التي تسكب أو ينسكب من خلالها حلاوة الإيمان هو باب معرفة الله سبحانه وتعالى. وذلك صدق ذاك حينما قال: يا رب لا كرب وأنت الرب. وصدق ذاك وهو يقول: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله سبحانه وتعالى فماذا وجد. نهاية ما وصل إليه الواصلون، واجتهد في خوض لجته المحبون، معرفة معبودهم الحق رب العالمين. فإذا أردت علما فاعلم أن أرفع علم هو معرفتك بالله تعالى، وإذا أردت عزا فاعلم أن أرفع عز اعتزازك بالله تعالى، وإذا أردت مالا فاعلم أن أوفر مال تجارة رابحة مع الله تعالى. القلب إذا عرف الله لجأ إليه، أحبه، توكل عليه، خاف منه، خشي عقابه، أقبل إلى الله، استحيا من الله. وهذه موروثات يرثها القلب إذا عرف الله. إنك يا عبد الله كلما تعرفت على الله أكثر كلما انتفعت. أنت أول المستفيدين من خلال معرفتك بالله، تعرف فضله فترجوه، وتعرف مواطن عقوبته فتحذر وتخاف. إذا عرفت أن الله عز وجل هو النور، عشت في الحياة في نور، فإن الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. فإذا عشت في هذا النور ذهبت عنك ظلمة المعصية وظلمة الشرك والشك والموبقات والمهلكات. معرفة الله نور، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. ولا ريب أنه كلما ازدادت معرفة الإنسان بربه من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله كلما ازدادت خشيته له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أما وإني أعلمكم بالله وأشدكم لله خشية. فلم تكن تلك الخشية لو لم يكن هناك علم. وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولذلك كان سلفنا الصالح لمعرفتهم بالله تبارك وتعالى يخافونه أشد الخوف. هذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ويل لعمر إن لم يرحمه ربه. ويقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى راعيا انحدر من الجبل ومعه شياة، فقال له: بعني شاة من هذه الشياة. فقال: أنا لا أملكها ولكن أنا راعيها، إذا تريد الشياة كلها فاذهب إلى سيدي. أراد ابن عمر أن يختبره، قال له: بعني شاة من هذه الشياة وقل لسيدك أكلها الذئب. فقال الغلام لابن عمر: إذا قلت هذا لسيدي فماذا أقول لربي؟ فانتفض لها عبد الله بن عمر وظل يردد طيلة اليوم: ماذا أقول لربي؟ فذهب إلى صاحب الغنم فاشترى الغنم واشترى الغلام، فأعتق الغلام ووهب له الغنم، وقال للغلام: كلمة أعتقتك في الدنيا، وإني لأرجو الله تعالى أن تعتقك يوم القيامة. زين العابدين رضي الله تعالى عنه لما كان يرى
إذا أراد الوضوء يرتجف وربما يصيبه شيء من الوجل، فيقال له ماذا يصيبك، لما يصيبك هذا؟ قال: أتدرون بين يدي من سأقف؟ إنه التعظيم، إنه الاستحضار لعظمة الرب الذي سوف يعبد. وهكذا كان خوفهم من الله تعالى لمعرفتهم به جل وعلا. كيقول الحسن البصري رحمه الله: لقد أدركت أقواما كانوا على حسناتهم أخوف ألا تقبل من سيئاتكم. وهذا من تأويل قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولهذا قال السلف: كلما كان العبد بالله يعرف كان من الله أخوف. كلما كان العبد بالله يعرف كان من الله أخوف. ولذلك قال الله في وصف العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما؟ لأنهم علموا عن الله من أسمائه وصفاته وأفعاله وأقداره ما لم يعلم غيرهم، فعظمت الخشية في نفوسهم. ولذلك موسى عليه السلام لما أرسله الله عز وجل إلى فرعون، انظر ماذا قال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. أهديك إلى ربك، أدلك يا فرعون إلى الرب الحقيقي. فإذا عرفت الرب الحقيقي عرفت أنك لست برب، وخشيت من هذا الرب الحقيقي الذي يستحق أن يخاف منه وأن يعبد وأن يجل وأن يرجى. ومن العجائب والغرائب أن البشر إذا خافوا من شيء فروا منه إلا الله تبارك وتعالى، إذا خافه الناس فروا إليه. ولذلك لما عرف الله تعالى بنفسه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. لما عرف الله تبارك وتعالى بنفسه وبعظمته أمرنا أن نفر إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير فالله سبحانه وتعالى هو وحده الذي إذا خافه الناس فروا إليه ليجدون الأمان، فلا أمان إلا في القرب من الله مع الخوف منه. وهكذا يجتمع هذان الأمران في الرب تبارك وتعالى، لأنه هو وحده الذي يملك الأمن ويملك الخوف. وكما أن من عرف الله تعالى من وجه خافه، فكذلك من عرف الله تبارك وتعالى من وجه أحبه واستأنس به، لما له تبارك وتعالى من الصفات العظيمة التي يشتاق إليها المشتاقون. فهو الحليم، وهو العفو، وهو الكريم، هو الذي يعطي جل وعلا، وهو الذي يرزق سبحانه وتعالى، يده سحاء الليل والنهار. موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، عرف ربه، وأعرف الناس بالله هم الأنبياء والرسل، ولا سيما على رأس القائمة أولي العزم من الرسل، ومنهم موسى كليم الله عليه السلام. ماذا قال موسى؟ وعجلت إليك ربي لترضى. هو موسى عليه السلام عرف ربه فاستأنس به، حتى في وقت المناجاة أطال الكلام. الله يسأله سؤالا واحدا: ما تلك بيمينك يا موسى؟ كان يمكن أن يقول هي عصا، ولكن قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هذا دليل على المحبة والاستئناس. هل تذكرون حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام ولا يفطر، فكان الصحابة يواصلون مثله، فينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة منه وشفقة منه بهم، فيقولون: إنك تواصل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يكشف الحقيقة: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. إن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بربه سبحانه وتعالى بأسمائه بصفاته بعفوه بكرمه بكماله بجماله بسموه بعلوه سبحانه وتعالى ليس كمعرفتنا نحن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس استئناسا وتلذذا وهو يعبد ربه سبحانه وتعالى، لأنه في الخلوة يستأنس بذكر الله، بتلاوة القرآن، يروي قلبه وروحه بتلاوة القرآن متهجدا بين يدي الله. إذن اجعل الهم هما واحدا: الله، لا شيء سوى الله.
وإذا عرف العبد ربه صدق في التوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. من لم يستغني بالافتقار إلى الله فهو الدهر فقيرا، ومن لم يتحقق بالعبودية لله فهو لكل شيء عبد، ومن لم يتترس بترس التوكل على الله أصابه كل رام، ومن لم يحتمي بحماية الله لم يحمه سواه حال. إبراهيم عليه السلام حينما تكالب عليه القوم وأججوا له النار وأرادوا أن يقذفوه فيها، بمن استعان؟ والله ما استعان بملك ولا بمخلوق حتى بجبريل عليه السلام، وإنما جعل توكله على الله وحده قبل أن يلقوه في النار. آخر كلمة قالها الخليل عليه السلام: حسبي الله ونعم الوكيل، الله يكفينا والله يرزقنا والله يهدينا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، ومن يتوكل على الله يفتح له أبواب الرزق الغيبية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله كفى بالله وكيلا. ربنا جل وعلا نعم المولى ونعم الوكيل. إلهي، أنت جابر الضعيف وسند الملهوف وغاية الطالبين وأمل المحرومين. إذا عرفت الله عرفته سبحانه وتعالى أنه مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى، فلم تلتفت إلى العبيد ولم تخش إلا العزيز الحميد سبحانه وتعالى، ولا يكاد يتسرب الخوف أو الريب في قلب إنسان تعرف على الله عز وجل. من كان بالله كان كل شيء له سهل ميسر، ومن عرف الله تبارك وتعالى وخافه استهان بغيره. ولذلك ذكر أهل السير عن العز بن عبد السلام لما كان يعظ بعض السلاطين إذا أخطأوا أو أنهم انحرفوا، كان يقال له: كيف لا تهابهم؟ قال: كنت أستحضر عظمة الله فلا أراهم شيئا. ملئ القلب بتعظيم الرب، لأنه بقدر خشيتك من الله يخشى منك كل مخلوق خلقه الله، وبقدر خشيتك من المخلوقين لا يبالي الله عز وجل بك في أي واد هلكت. إذا علمت أن الله عز وجل هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، لم يلتفت هذا القلب لغير الرب عز وجل. إن أردنا في قلوبنا حاجات، بل في قلوب الناس جميعا أمنيات ومطالب، كل الناس لو قاموا في صعيد واحد فسألوا الله لأعطاهم ما يريدون، وما نقص ذلك من خزائن الله شيء، إلا كما يدخل المخيط إذا أدخل البحر. فالله بيده خزائن السماوات والأرض، خزائن الصحة، خزائن الأرزاق، خزائن الطمأنينة، خزائن الراحة، كل ما يتمناه الإنسان مقاليده وخزائنه بيد الله. إذن فقرك، حاجتك، اضطرارك إنما هي لله تبارك وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وكلما ازداد الإنسان سؤالا ودعاء أحبه الله تبارك وتعالى، لأن الله ودود والله رحيم. ومن شأن الكريم أنه يعطي حينما يسأل، وأنه يعطي بغير سؤال. ومن شأن الكريم أنه يعطي من يستحق ومن لا يستحق، هذا هو ربنا المعبود جل وعلا. إذن لا تفتقر للمخلوقين فهم فقراء، إنما التفت بقلبك إلى ربك فهو الغني الذي له ميراث السماوات والأرض، ويده بالخير سحاء، ينفق كيف يشاء، لا تنضب خزائنه ولا ينتهي ملكه ولا تحد قدرته. ومن آثار معرفة الله الحقة
أنها تدفع صاحبها إلى أن يزداد قربا إلى الله بفعل الطاعات والمسارعة فيما يرضي الله تبارك وتعالى. لهذا جاء في الحديث: يعجب ربنا جل وعلا من رجل ثار عن وطائه وفراشه، هو يحب النوم ومعه زوجته الحسناء الجميلة، ولكن ثار كأنه انتفض من فراشه ووطائه، ثم قام يصف قدميه يصلي بين يدي الله جل وعلا. والناس في هذا درجات عظيمة، فمنهم من عرف الله حقا، فلما عرف الله حقا عبده والتزم طريقه وعظمه ودعا إليه، وهذا معنى قول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وكلما كان هناك قدر من الجهل في معرفته جل وعلا حصل العصيان والبعد عنه سبحانه وتعالى. ولذلك قرن الله تعالى بين المعصية والجهالة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. كلما عرف الإنسان ربه استحى منه، لأنه يرى نعم الله تتوارد عليه وتتوالى، بينما يصعد من الإنسان الخطايا والتقصير في حق الله. الله يتودد إلينا بنعمه وهو الغني عنا، ولكن كم من الناس غارق في المعاصي والغفلات ولا يستحي من الله. الإنسان كيف يأتيه الحياء إذا نظر إلى النعمة تأتيه ويقابل هذه النعمة بالجحود والنكران وليس بالشكر والإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا علمت أن الله عز وجل هو التواب الغفور الرحيم، لا تستوحشك الذنوب، لا تحول بينك وبين الكريم الذي يتوب على عبده المؤمن، بل ويبدل السيئة إلى حسنة، بل ويفرح سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، بل ويحب كما يليق به سبحانه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن لا تجعل هذه الذنوب قاطعة للطريق والسير إلى الله سبحانه وتعالى. تدري لماذا؟ لأنك تعلم أن الله هو التواب العفو الذي يحب العفو، فسبحانه وتعالى على حلمه بعد علمه وعلى مغفرته بعد قدرته. ألا ما أعظم الشوق إلى الله تبارك وتعالى؟ نعم، الشوق إليه، لأننا عرفناه تبارك وتعالى إلها كريما ينعم علينا بنعمه العظيمة. لأن الله تعالى هو أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا، والذين آمنوا أشد حبا لله فيشتاقون إلى لقاء ربهم. الله أكبر، هكذا حال المؤمن حينما تزداد معرفته بربه، يزداد شوقه له وحبه له وقربه منه. ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أصناف من البشر بلغت بهم المحبة والشوق إلى أن أصبحت قلوبهم معلقة بالله. ذكر في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل قلبه معلق في المساجد إنه الشوق. وقال عن آخر: ذكر الله ففاضت عيناه. لماذا فاضت العين؟ حتى ما قال فاضت دموعه، وإنما قال فاضت عيناه، كأن الدموع ليست هي التي قد فاضت، إنما العين بذاتها فاضت، لأنه في الخلوة يستأنس بذكر الله بتلاوة القرآن، يروي قلبه وروحه لتلاوة القرآن متهجدا بين يدي الله. ولذلك فإننا نشتاق إليه، نشتاق إلى أن نراه سبحانه وتعالى، نشتاق إلى لقياه. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وتأمل معي قول نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يوم أن قال لربه: وعجلت إليك ربي لترضى. هكذا حال المؤمن، لأنه عرف عن الله ما لم يعرف غيره. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إذا كان الموت فكلنا يكره؟ قال لها: لا يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برضوان الله ورحمته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه.
وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. ولقد بلغ من شوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لما ازدادت عبادتهم وتعرفهم على الله طفح ذلك الشوق بقولهم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فطمأن نفوسهم صلى الله عليه وسلم بقول نعم، هل تضامون في رؤية القمر؟ هل تضامون في رؤية الشمس؟ قالوا كلا، قال هكذا ترون ربكم. إنه الشوق، إن العبد كلما ازداد معرفة بالله كلما ازداد شوقا إلى الله وحبا لقربه والأنس بعباده. الثمرات هنا لا يمكن إحصاؤها، لكن أعظم تلك الثمرات دخول الجنة. فما دخول الجنة إلا ثمرة من ثمرة المعرفة بالرب تبارك وتعالى. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة؟ نحن نصلي ونصوم ونبذل ونعطي وننصح ونصبر ونكظم الغيظ ونبر بوالدينا، كل ذلك من أجل أن ندخل الجنة. أعظم الأبواب التي من خلالها ندخل إلى جنات النعيم ونسعد في هذه الحياة الدنيا هو باب معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وإذا أراد الله بعبد خيرا زاده علما بربه جل وعلا. فوجب على الإنسان أن يطرق هذا الباب وأخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. اطرق باب الله سبحانه وتعالى، تعرف على الله عز وجل بصدق وأخلاص، وستجد من الله سبحانه وتعالى ما يسرك ويسعدك، السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم عرفنا بك فما أحوجنا إليك، لا غنى بنا عنك، نحن الفقراء إليك، عبادك سوانا كثير وليس لنا رب سواك. أنت خالقنا من عدم، أنت شافينا من سقم، أنت من أوفرت لنا النعم. اللهم يا حي يوم لا حي، احينا حياة السعداء، عرفنا بك، علمنا ما ينفعنا، ارزقنا الخشية والحب لك كما تحب أن تراه منا. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، وسخرنا في مرضاتك، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، من المصطفين الأخيار، بحولك وطولك وفضلك، وأنت صاحب الكرم والفضل والإنعام. وصلى الله على نبينا محمد. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تشاهدون